الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله. ومن الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. أسأل الله أن يغنينا كلنا بفضله عمن سواه، وأن يبارك لنا ولكم، وأن يرزقنا وإياكم، وأن يحفظنا وإياكم، وفقنا الله وإياكم. الدعوات شرفني. الله يحييك، نورتنا وشرفتنا. جزاه الله خير الشيخ عبد الرحمن العوسي، اليوم شرفني ونورت ديرتك شيخ عبد الرحمن، وياي معاه هالحلو. الله يحييك. أنا اليوم طبعا من أسعد الناس اللي سبب زيارة أخوي الغالي شيخ عبد الرحمن العوسي. ساعة المباركة والله العظيم، ساعة المباركة إني أشوفك، ساعة المباركة إني أقعد معك. يا هلا والله وغلب وعلي، وأنا دامنا شيخ ومقرأ قرآن، أنا بايقة بين صلاة الظهر وصلاة العصر. الفنان المبدع الغالي على قلبي، فنان الكويت الأول عندي وعند كثير من المحبين، أخوك والله العظيم. أسأل الله يرفع قدرك في الدنيا والآخرة، وأسأل الله معاك يا رب حتى يرضيك. معاك يا رب. سلام لمتابعينك الأحباء الأعزاء، وبحط لكم بعد أنا الحين هم أكاونت بالسناب عشان تتابعونه، تسمعون هالصوت الجميل، هالقراءات الحلوه، الشغلات الجميله من نتعلم منك، هالإنسان نتعلم منك يا طيب. مؤدب الخلوق. سلمك يا غالي، سلمك. افها يا عين صاد، ذكر رحمه ربك عبده زكريا. هذا لك، نسال الله يعني نكون ممن يعني يلحق بالركب، وإن شاء الله نكون في المقدمة بإذن الله تعالى. شيخ يعني صحيح بدينا متأخر. عندك حساب تويتر؟ في كل مكان شيخ طبعا، فيه اللي هو تويتر، الانستغرام، اليوتيوب شيخنا، السناب شات، بس تيك توك ما في؟ والله إن شاء الله شيخ قريبا. نزاحم عندك نية، لازم شيخ نزاحم يا أخي. أنا نزلت تيك توك أبي أفهم شو السالفة. والله شيخ كل الشعب يرقص. الله يهديهم شيخ. لا إحنا يا أخي نبي مذاك يدخلون الناس يقرون قرآن. يا رب شيخ. يعني شيخ صراحة سياسة غريبة. المزاحمة مهمة شيخ، أن يكون لنا في كل مجال نقرأ فيه القرآن. نبي تعليقاتكم في الأسفل، يناسب أنا مثلي أدخل تيك توك والشيخ يعني هو الشيخ قرآن، وأنا مواعظ ودروس وكلمات وخواطر، فأنا حاولت أدخل أشوف العالم ترقص. طيب شيخنا يا نكات يا سوالف يا مقاطع صوتية. شيخنا مع الأسف بعض الأحيان شيخ يعني يقولون يعني لأن أكون ذنبا في الحق خيرا من أن أكون رأسا في الباطل. أيوة. شيخ مع الأسف في بعض الناس شيخ في السوشيال ميديا متابعينهم ملايين وكذا، لكن شيخ يعني كغثاء السيل. الله يهدينا وإياه يا أخي. والله أنا أتعجب يعني واحد معطيك هذه النعمة، مثل نعمة الصوت مثلا بما أنك تضيف يعني زين، وانت صوتك حسن فالناس بيسمعونك، بامكانه يسمعون صوتك في الكلام الفاحش بعشق وغرام وعلاقات محرمه ولك متابعين، طيب وبامكان اخي خير ثاني يسمعون كلامك في اطيب صوتك في اطيب كلام. هنا عندك مشاهدين، عندك مشاهدين، هنا عندك معجبين، هنا عندك معجبين، لكن فرق ما بين الثرى والثريا بين هؤلاء. يعني بإمكان هذا أعطك موهبة، بإمكان توجه للخير، ليش توجه للشر؟ تموت وهذا كل اللي سمعوا منك الحرام طيب في ميزان سيئاتك. والعكس الآن شوف، أنا مرة أذكر كنت أكلم في السيارة وكنت إذاعة قرآن كريم وكان ينصت المنشاوي زين، وأنا من أحب الناس إلى قلبي، فكان معاي واحد نسمع المنشاوي، وكما خلص
قلت أسألك سؤال، إذا توقع المنشاوي هذه شاك في الصوت، قال جميل، شاك في وضوح الصوت، قال والله كنا في إذنك قاعد يسمع يقرأ، جميل واضح كان الصوت. قلت له توقع هذا كم سنة صار له متوفي؟ قال ليش ميت؟ قلت له ميت وما يعرف المنشاوي. قلت والله ظنيته حي ومباشر. قلت له لا مباشر هذه. المهم يمين يسار، فكده تدري أن هذا الرجل صار له أكثر من 30 سنة متوفي. تلك الفترة طبعا هو متوفي سنة 1969 ميلادية. إنزين الآن لو نحسبها صار له يمكن 50 سنة، 69 79 89 99 2009 2019، يعني تقريبا 51 سنة متوفي. سبحان الله نصف قرن صار متوفي. الآن تسمع تلاوته بالوضوح تجد كأنه موجود حي. خير نصف قرن يا من سمع تلاواتك إلا أجور وحسنات. فواحد لو يخلص النية شيخ في هذا العمل كم في من حسنات. طيب الله يثبتنا شيخ بعد على هذا الطريق، وأسأل الله أن يهدي الجميع يعني شيخ. آمين آمين. وشيخ لا يكون يعني بعض الأحيان شيخنا لا يكون همنا بعد بس فقط شيخ متابعين. صح. لا شيخ لا، يعني بعض الأحيان شيخنا لا يخفى على شريف علمك شيخ، ممكن أنت شيخنا يعني عندك مثلا 1,000,000 متابع، لكن مو أي 1,000,000 متابع شيخ. يعني 1,000,000 من الوزن الثقيل يعني شيخ، تعرف يعني أمثالك الله يجزاك خير وكذا، ومن يقرأ القرآن متابعين طبقة يعني. والله لو شاء واحد من المقبولين النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من أنفس أموال العرب واحد. لكن لو أضللت 1,000,000 و2,000,000 ها كلهم رادين عليك يعني. إنزين في السوشيال ميديا أنت قلت أخرت، بس تسجيلاتك لعلها سبقت صح؟ نعم صحيح. يعني ناس نشروا قبل ما أنت تبدأ. ما شاء الله موجود شيخ في اليوتيوب. إنزين شنو أكثر مقطع إذا عندك علم انتشر وصار له؟ شيخ هو من أول المقاطع حتى الناس كانت تسميني باسم السورة في جامع علي بن أبي طالب في الأحساء، هذه لها قصة عجيبة شيخ. ذهبت إلى هذا المسجد شيخ لأنه بعيد شوي، يعني الأحساء بعيد شيخ في ترى شيخ أنا ولدت في الأحساء والله الحمد، ثم انتقلنا يعني إلى الشرقية. حاليا في الخبر؟ في الخبر نعم ما شاء الله. نعم الله يحفظنا وياك. فشيخنا يعني كنت جاي يعني ضيفا على الأحساء. أيوة. ففي أحد المساجد وكذا والمساجد الكبيرة، هذا المسجد يعني شيخنا في قرية ويعتبر بعيد شوي. الشيخ جزاه الله خير شيخ إبراهيم ببشيت هو إمام الجامعة قال لي تعال يعني. ما شاء الله. أي صحيح وين المنطقة هذه؟ هذا شيخ الطرف. طرف ها. إيه. مرة ألقت محاضرة. إيه شيخنا أنا يعني شو أقول لك شيخ، يعني المكان بعيد وكان يعني صار تراويح. مظلم بعد مكان. لا شيخ الحين ما شاء الله نوروه ما شاء الله المنطقة الآن رائعة. فشيخنا هو يعني طول العمر كان تراويح وعندي صلاة قيام، فعرفت اللي شيخ قلت ما أريد أن أذهب يعني ما أبغى. سبحان الله ذهبت وأنا كاره يعني يعني قلت بروح أصلي كذا. صليت شيخ قرأت سورة الحاقة ويا طول العمر نوح المعارج والجن، 4 سور شيخ. ما انتشر مقطع في يعني اليوتيوب مثل هذه السورة، سورة المعارج طبعا والحاقة وغيرها طبعا، 4 سور هما بالذات. عجيب. هو المقطع اللي يعني عمل ضجة عجيبة. كان واحد شافني مرة في المطار ما يعرف يتكلم عربي قال لي معارج، والله شيخ ما فهمتك. قال معارج أنت يعني شوف شيخ تخيل لهالدرجة يعني شوف سبحان الله. ما شاء الله. لعلك كنت تذهب إلى عمل يعني في قرارة نفسك أنه يعني بسيط وكذا، لكن سبحان الله كتسجيل صوت والصوتية يعني الصورة والفيديو وكذا فتح الله فتحا مبينا. يعني كان تصوير وإخراج أخونا أحمد البريه بعد رجل ما شاء الله يشكر أكثر. صور المعارج ملايين شيخ، وصلت ملايين المعارج. اي يعني شيخ كنا الحين الناس بيشوفوه بيروحون صوت المعارج شيخ سبحان الله. المعارج عبد الرحمن العوسي الشيخ بتطلع لكم الصوره الله يتقبل، ولا نحط لكم الرابط تحت اريح لكم. شرف فيك الشيخ الله يطول. صوت المعارج دول اكثر شيء ها يعني شيخ هي التي بلغت. بس انا شفت صوره اخرى زين، قبل ان ننتقل للصوره الثانيه نسمع منك المعارج الشيخ الله يهدي. هذه شيخ لا انا شيخ ما راح اقولها شيخ، هذه الوحيده اللي ما اقراها شيخ. ليش؟ لان شيخ اخذت بصمه ما ودي تتغير على الناس. يا شيخ تعرف اذا جيت قرات الحين قال واحد لا لا مو نفس اللي في اليوتيوب. صح. فخلاص يا اخي محتفظ عاد احنا نغيرها عشان ما 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 ترتبط الصوره باداء معين. شيخ بالعكس ارتباطها بالاداء هذا شيء، لان شيخ شلون
ليه حبت الناس الفكره شيخ؟ مع ان مصحف مرتل طبعا شيخ تعرف المصحف مرتل ثقيل شوي، بس مصحف مرتل تلعبه غير هذا تلعبه غير. اي نعم شيخ، يعني ايه مصحف المرتل شيخ تعرف شوي فيه صح في التزييف في المصحف غير ها. ايوه فالصلاه شيخ طبعا الناس تطالبني شيخ لا اخفيك ايه بمصحف صلاه. ايوه يعني شيخ تعرف الصلاة شوي فيها صح أريحية صح والنغم صح 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 حتى الوقف والابتداء مختلف. إن شاء الله يسمعونها في اليوتيوب شيخ يعني. ما سمعنا شيخ في اليوتيوب شيخ إن شاء الله. الله أنا في سورة أخرى أشوفها انتشرت كثير، كل ما تطلع لي تطلع لي. وش يا شيخ؟ توقع أي سورة؟ ما أعرف شيخ. الظاهر نفس السورة قريتها عندنا في أبي حنيفة هنا مسجد أبي حنيفة. سورة مريم. سورة مريم. إيه شيخ هذه يعني شيخ سبحان الله في صور في القرآن الناس تحبها جدا، قصص شيخ مثلك أعرف صح شيخ. لا بس هل فعلا سورة مريم من السور انتشرت كثير؟ طبعا شيخ طبعا طبعا. لأن شفت المقطع انتشر كثير في سورة مريم. وبرضه شيخ سجلت في صلاة. وصلاة وفيديو. نعم شيخ الصلاة الناس. شوف لأن يمكن بدأت السوشيال ميديا مع الصور الفيديو تأثر أكثر. الناس شيخ محبب لها الفيديو. إيه لأن قام في السابق كله أكثرهم قراء الله يرحمه أموات. فكان يحطون فقط كتابة. صدقت. جاءت السوشيال ميديا بدأت تبرز بعض القراء وهم يقرؤون. صدقت. فصار لها انتشار أكثر. فسورة مريم أعتقد كان لها أيضا يعني انتشار أنا شفت أكثر من مرة يعني. في وين صورت هذه؟ هذه شيخ سورة مريم صورت في جامعة الملك فيصل. هذه من أحد أكثر من مرة بعد شيخ قرأناها يعني هذه في الأحساء برضو. الأحساء. كان جامع شيخ ما شاء الله كبير جدا. فاستضفنا فيه. عرفت سؤالي القادم؟ لا اقرأ سورة مريم. الله يهديك. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. ما شاء الله جزاك الله خير. الله يتقبل. فعلا قصة سورة مريم سورة رائعة وفيها تسلسل قصصي كيف تبدأ بكاف ها يا عين تنبيه تقرع الأسماع العرب هذه الحروف التي نزلت بها القرآن تحدي مباشر إيتوا مثل القرآن وكيف تبدأ بهدوء زين أسعاد سورة عظيمة في الدعاء في التجاء الله عز وجل إذ نادى ربه نداء خفيا أبى الله تعالى أن يكون هذا الصوت الخفي إلا معلنا أمام المسلمين كلهم والآن يقرؤون القرآن الكريم ويسمعون ويقرؤون هذا الدعاء الخفي الذي دعا به زكريا عليه السلام لأنه كان في قمة الانكسار والخضوع والذلة بين يدي الله عز وجل هذا السر أعلنه الله تعالى للناس وكيف تتنقل الصورة من زكريا إلى ميلاد يحيى إلى زوجه العاقر إلى مريم إلى ميلاد المسيح عليه السلام ثم الحوار بين إبراهيم وأبيه شيء عظيم وتنتهي الصورة بمشاهد يوم القيامة أدعوكم من خلال هذا اللقاء تسمعون سورة مريم بتلاوة الشيخ عبد الرحمن العوسي أشوف سؤال متعلق بتوجه كثير من القراء من القراء القرآن الكريم في الفترة الأخيرة إلى الإنشاد إلى الابتهالات إلى الأدعية طيب ما أكاد أشوف أحد من الشباب إلا عنده بعض في طرفين في طرف كانوا منشدين في توجه القرآن الكريم وفي قرآن كريم أيضا توجهوا إلى
بشيء إنشاد خفيف أو ابتهالات أو أدعية وكذا. أول شيء إيش رأيك في الظاهرة؟ شو عادية ولا سلبية ولا إيجابية ولا شيء صح؟ والله شيخ هي عبارة عن وجهات نظر. يعني أنا بس بالنسبة لي شيخ أتشرف أن أكون قارئ للقرآن وأعرف بذلك، لكن لا بأس شيخ أن واحد يعني يتغنى أو ينشد شيء من الكلام المباح الجميل الابتهالات الأدعية، يعني لا بأس شيخ فيها. أنا وجهة نظر يعني شخصية شيخ. يعني قاسم هو في النهاية ما في شيء محظور شرعي. لا أبدا شيخ، ما في محظور شرعي. ممكن واحد يدي متون علمية، منظومات أدبية، ممكن يعني شيء ما فتح فيه. الله عليه فتح. في النهاية شيء ذوقي هذه يعني طبعاً. لأن لا بعضهم شيخ يشدد في الموضوع كأنه يقرب من الحرام، لب حرام أبدا يعني شيخ. يؤدي القرآن الكريم، ثم إذا يؤدى شيء آخر بصوته في سبيل انتشار الخير، يعني قد يكون اسمه معروف، لما هو ينشر منظومة أو متن علمي صدقش. أو الشعر طيب وينتشر بين الناس اللي يعرفون فلان الفلاني، صدقش. أشوف هذا عمل إيجابي. لكن أنا يمكن أقول أشوف أنه هو يحافظ على مركزيته، أنه هو قارئ للقرآن الكريم، هذا هو الشيء الأساسي، ويكون أداء الثاني يكون مثل الملح في الطعام، صدقت، لا يزيد. يعني لا يعرف أنه منشد على حساب أنه قارئ، لأنه قارئ القرآن الكريم، هذا شرف صراحة أن يكون قارئ. وأذكر مرة يعني سمعت كلمة من أحد مشايخنا والله عجبتني، يقول يعني سبحان الله الذي يهتم بالقرآن الكريم يكفي أنه إذا رؤية أو شوهد تذكر الناس القرآن الكريم. هذا شيخ هذا شيء عظيم، شيء عظيم. يعني لو شافوا مثلا سعد الغامدي مثلا قالوا القرآن الكريم، عرفت؟ لما جاء اسم محمد أيوب مثلا تذكر القرآن الكريم، لما قالوا الشيخ الحصري تذكر القرآن الكريم، لما قالوا الشيخ عبد الرحمن السعدي قالوا مفسر القرآن الكريم. فلما يعني لما يكون عند إنسان مشروع هو المشروع الأساسي متعلق بالقرآن الكريم، إذا رؤية أو شوهد أو سمع عنه أو ذكر تذكر القرآن الكريم. الشيخ بن عثيمين شيخ شهر عنه الفقه، صحيح. لكن الشيخ له تفسير، صحيح. لكن أشهره في الفقه، في الفقه يعني الصورة الذهنية عند الشخص، هذا فقيه، هذا مفسر، هذا قارئ، هذا معلم للقرآن، فهذا شيء عظيم. ما ذلك يعني. شيخ لا نثرب على البقية أكيد يعني هذا يعني يمكن له وجهة نظر، عنده رسالة، عنده صحيح. كذا يعني شيخ الموضوع يعني بالراحة. سؤال إذن أنت هل ترغب يوم الأيام؟ أنت ما لك شيء الآن؟ ما لك لا شيخ والله ما في شيء، ما لك إنشاد؟ لا والله شيخ ما ولا ترانيم ولا والله شيء أشياء خاصة شيخ، يعني ما في شيء رسمي، يعني ماشي نزل ما نزل لا شيء. شيخ لا شيخ الله يهديك. هل ترغب توقع تسوي شيء؟ والله شيخ إذا حصل شيء كلام يعني كلام مميز، لحن مميز، شيء شيخ إذا ما تكون مميز صح. أنا شيخ هذا يعني ما أحب هذا الشيء، يعني شيخ تأخرت حتى في الختمة شيخ، يعني بفضل الله عز وجل تأخرت كثيرا شيخ، سنوات الناس تقول لي يعني سجل المصحف، كنت شيخ يعني متأخر، لكن بفضل الله عز وجل تأخرت، ويعني أحسن. الله عز وجل أعطاني يعني شيء طيب. يعني إذا واحد ما يضع بصمة في التميز شو الفائدة؟ هذا شيخ أمو أن أي قارئ مثلا فقد يقلد تلاوة أخرى ما أضاف شيء، أو أنه يعني تلاوته غير متقنة ما سوى شيء. يعني المفروض أن واحد لما بيأتي بشيء بتكون متميز. زين بدأ متميز ما عندك يعني عندك شيء في بالك بتسوي توقع؟ في إيش؟ في الإنشاد أو في والله شيخ ما يعني ممكن يكون أشياء للمناسبات يعني هو قال عندك موافقة مبدئية بس ممكن إلى الآن ما خططت لشيء يعني ممكن شيخ في الأيام القادمة شيخ والله صار شيء مميز شيخ ليش لا بس بده تخترب علينا لا شيخ شيء. لا إن شاء الله ما يخرب شيخ النشيد ما يخرب أحد إن شاء الله بإذن الله يعني لأن بعض الناس قد يروح الإنشاد وينسى القرآن لا إن شاء الله شيخ لا يعني لأن حتى مشاريع القرآن ما تخلص عندك يعني مشاريع رواية ثانية مقام آخر أداء آخر المشكلة شيخ التعمق في هذا إيه يعني ترى مجال يعني مجال القرآن الكريم مو فقط ولا ختم انتهيت قد يأخذك شيخ إلى مكان آخر غير أيه. الإنشاد هذا المشكلة فقط أيه. يعني إذا كان من قرآن ثم إنشاد قد يأخذك إلى مكان آخر هذه هي المشكلة لكن صح. أسأل الله يعني شيخ يحفظنا يعني شيخ أي حي في الدنيا شيخ لا يعني أيه. ما ودنا تسمينا شيء الإنشاد شيء والله شيخ أبيات شعرية كذي والله شيخ ما يحضرني شيء شيخ الحين يعني ما في شيء أي شيء بيت شعات شذي أي شيء الله يهديك الشيخ لا خلنا على القرآن شيخ خل في شيء تمام الجلسة قرآنية شيخ بعدين إن شاء الله في لقاء آخر ننشد إن شاء الله شيخ. ما عندك شيء حتى لو من شذي متخلف يعني شيخ أنا أعرف مثلا دائما أقولها شيخ بس الناس هي حزينة ليس الغريب حلو. أحبها شيخ هو جميلة أي والله أقول بيتين بس
ليس الغريب غريب الشام واليمني إن الغريب غريب اللحد والكفن لا تنهرن غريبا حال غربته الدهر ينهره بالذل والمحن سفري بعيد وزادي لا يبلغني وقوتي ضعفات والموت يطلبني ولبقايا ذنوب لست أعلمها الله يعلمها في السر والعلن ما أحلم الله عني حيث أمهلني وقد تماديت في ذنبي ويسترني. هذا شيخ تعرف الأبيات طويلة. جميل أبيات. يعني هذا شيخ. أبيات زين العابدين. أي والله شيخ. بس هذا لحن غير جديد صح؟ تأليف يعني شيخ يعني أنا شيخ ما عندي والله شيخ. كان في لحن عبد العزيز الأحمد انتشر. أي نعم. ليس الغريب غريب الشامي واليمني. زين. تشتغل بعد من لحم مشاري الفاسي وانت ما شاء الله جبت يعني شيخ اللي جاك الله يسعدك يبارك فيك الله يتقبل تشرفنا بهالدقائق اللي جلسنا فيك وحاورنا وكانت يعني دردشه مفتوحه من غير تحضير اللي جاء على بالي سالته واستخرجنا بعض الاسرار منك الله يبارك فيك الله يهديك الله وسعيد جدا صراحه بتواجدي تواجدك في البحرين وفي مجلسي وزيارتك لي جزاك الله خير شرفنا الشيخ الله يطول عمرك والله يبارك فيك وان شاء الله كما تجي البحرين عاد شرف بك الله الشيخ انت اخوي عزيز وغالي وشيخنا الله يسعدك والله كان حريص جدا من زمان من يوم خلص الختمه الله يجزاك الله خير كان حريص ان يعطيني هديه ختمه والى الان ما اعطاني لا شيخ لا الله يهديك سنه كم راضي خلاص الختمه لا شيخ حي اخي 41 وصلنا الحين شيخ الحين في السياره الله يسعدك ويبارك فيك تشرفت فيه باللقاء ويا رب يكون نافع وتكون في رسائل كثيره من خلال هذا اللقاء وشاكر لكم متابعتكم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاه على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم جزاكم الله خيرا.